عمرك بغيت تشتري حاجة بسعرها الأصلي مش سعر الأسواق المضاعف اللي عندنا وما قدرت؟ أو في مرة بغيت تشتري حاجة وما حصلتها في الأسواق اللي عندك فقط موجودة في أمريكا؟ أنا عن نفسي دائما أتسوق من أمريكا، أولا لأنها أرخص، ثانيا معظم الأشياء اللي أتمناها متوفرة هناك، وخاصة بعد ما عرفت شركة ستاكري اللي تشحن لي أي غرض من أمريكا إلى البيت اللي أنا فيه في عمان وبدون ضرائب أمريكية. فاليوم جيب لكم أفضل وأشهر 5 مواقع للتسوق من أمريكا وأفضل شركة للشحن من أمريكا إلى البلد اللي أنت فيه. خلينا نشوفها. راح نبدأ بالرقم 5 واللي هو موقع نيو إيج. اي شخص حاب يشتري اي قطعة الكترونية خاصة لكمبيوتره او الاجهزة الالكترونية، نيو ايج مخصص ويعتبر من اشهر اذا ما كان اشهر موقع لبيع القطع الالكترونية في الولايات المتحدة، ودائما يكون في احدث القطع الالكترونية اللي توها نازلة مثل كروت الشاشة اللي من شركة انفيدا اللي حطمت المقاييس. اما الموقع الرابع فكرته ذكية جدا، هذا الموقع اسمه Overstock، ومن اسمه لما يكون في بضائع حول امريكا يريد يبيعوها في فترة محددة قصيرة راح يعمل هذا الموقع خصومات قوية جدا ويبيع لكم باسعار مناسبة جدا، ويعتبر من اشهر المواقع اللي فيه خصومات، وانصح تفعلوا زر التنبيهات لهذا الموقع اذا حبيتوا اخر العروض والخصومات القوية منه. الموقع الثالث واللي هو متجر فريد من نوعه، ما راح يكون بين شركات، راح يكون بينك وبين البائع او الصانع بالنفس، بكذا تحصل منتجات جميلة جدا، وخاصة هذا الموقع متخصص للشركات والاشخاص اللي يبيعوا داخل بيوتهم بدون لا يفتحوا محل، فبكذا تحصل اشياء مميزة وبجودة عالية جدا. انا صراحة لما اريد اتميز ويكون عندي شيء فريد من نوعه ما موجود في اي محل من اي ماركة راح احصله من موقع اتسي. في حاجات جميلة ظريفة مميزة في هذا الموقع، وأنصحكم بتسوق منه إذا كنتوا من الأشخاص اللي حابين هذه الأشياء الجميلة. أما الموقع الثاني واللي هو الغني عن التعريف، إيباي من أشهر المواقع في العالم. هذا الموقع يبيع لك الأشياء جديدة مستعملة وتقدر تزايد عليها، يعني مثلا أنا بغيت أبيع هذا الآيفون راح أحطه في إيباي وراح أبدأ المزايدة، وأكثر واحد يدفع راح ياخذ هذا الجهاز، ونفس الشيء أقدر أبيعه بسعر مستعمل أو أن أجيب البضائع وبيعها مباشرة جديدة. والمعروف في إيباي أنه يبيع الأشياء القديمة والأنتيك والمميزة للأشخاص يريدوا يبيعوها، دائما أي أمريكي يريد يبيع شيء راح تحصله معروض في أمريكا. أنا شريت هذا الآيفون، أول آيفون في العالم بسوفتوير نظام iOS 1، أول نظام آيفون في العالم لأن الحين موجود، وخطيته بسعر مناسب من أمريكا، وطبعا شحنته عن طريق شركة ستاكري اللي راح أتكلم عنها نهاية الفيديو. أما الرقم 1 وأتوقع أنكم متوقعينه واللي هو موقع أمازون الأمريكي العالمي، في تقريبا معظم السلع اللي تتمناها وبأسعار مناسبة جدا، وأحلى شيء خدمة العملاء اللي تتجاوب في ثواني، ما راح تنتظر يوم 24 ساعة، لا راح تحل كل المشاكل، وأحلى شيء أنه في عندهم أجهزة مستعملة مفتوحة الصندوق أو حتى آيفون معاد تصنيعه مثل ما شفتوا في هذا القناة لما عملنا مسابقة لتوزيع الآيفون المعاد تصنيعه من أمازون أمريكا. أنا شخصيا أعتبر موقع أمازون أمريكا أفضل موقع للتسوق في العالم، طبعا قلت أمازون أمريكا لأن في أمازون في عدة دول لكن ما عندهم نفس السلع ونفس الأسعار، دائما أمازون أمريكا يتفرد بأفضل السلع وأفضل الأسعار، وخاصة لما أستخدم ستاكري، لأن لما تشتري حاجات من أمريكا دائما راح تدفع الضرائب الأمريكية، لكن شركة ستاكري توفر لك عنوان في ولاية ما فيها ضرائب، يعني أي شيء تشتري من أمريكا ما راح تدفع الضرائب الأمريكية وراح يكون بسعر مناسب، وخاصة لما تشتري حاجات كثيرة شركة ستاكري راح تجمع لك إياها في كرتون مناسب وراح يكون سعر الشحن رخيص، وطبعا هذه الشركة متعاونة مع أرمكس DHL UPS وكثير من الشركات العالمية عشان توصل لك بأسرع وقت. وأحلى شيء في شركة ستاكري أن التسجيل في الخدمة مجاني، وطبعا المستخدمين الجدد راح يحصلوا عروض منها $10 لأول شحنة، وبكذا تجربوا الخدمة ما راح تكونوا خسرانين شيء، وإذا عجبتكم راح تستمتعوا بالتسوق من أشهر المواقع في أمريكا. راح أحط كل الروابط تحت الفيديو، حطوا لنا لايك إذا عجبكم الفيديو واشتركوا إذا كنتوا جدد وحبيتوا المحتوى. أشوفكم على خير
بإذن الله.